نبدأ حوارنا على طول مع الكابتن الكبير قوي شطة. كابتن شطة النهاردة يمكن حقيقي المقاولين سجل هدفين، الأهلي تأخر شوية، لكن برغم من كده المقاولين ما كانش الأفضل، الأهلي كان الأفضل بدليل أنه كان مضيع فرص كتير قوي. وهنا عايز أتكلم عن فكرة الفرص الضائعة، دي مشكلة ويجب أن تحل في أقرب وقت. تعليق حضرتك على هذا الموضوع. هو طبعا يا جماعة احنا أنا شايف في توتر غريب الشكل وانتقادات سريعة على النادي الأهلي لعدم إحراز أهداف وعدم يعني عشان تعادلنا مرتين، فهي في توتر حتى الجهاز الفني نفسه في الملعب كان متوتر جدا، يعني انعكس على اللاعبين كمان. طبعا اللاعبين دلوقتي قلقانين، أي نقطة دلوقتي بقت صعبة، فدي بقت خلت الماتشات بتاعتنا كلها ماتشات كؤوس. لكن أنا بقول طبعا احنا لازم يكون عندنا صبر، انه اضاعه الاهداف دي هي طبعا يعني بتوري انه النادي الاهلي بيخلق فرص. الفينيشنج ده محتاج لحاجات معينه ان شاء الله، انا يعني بيتسو موسيماني قادر على انه يحله، انه تدريبات المهاجمين تكون لها ادوار او مساحات واسعه في التدريب. احنا بنوصل للاطراف وبنرفع كور بنلعب وبتضيع اهداف سهله كمان، يعني كور في العارضه، كور مش عارف اخر كوره بتاعت بولي دي لما لعبها في الارض سهل جدا يعني، وكان ممكن تخش. دي عايزه برضو ايه تركيز من اللاعبين مع تكرار التدريبات، وانا متاكد ان هو يعني بيتسو موسيماني يعني راجل عنده خبره كبيره جدا وقادر على انه يعني يضع ايده على المشاكل الموجوده. لكن دي عايزه وقت وعايزه صبر وعايزه عدم تسرع وعايزه ثقه اللاعب في نفسه عشان يجيب هدف. لازم يكون عنده ثقه. انا اتذكر في العظمه اللحظات كان فلافيو يعني كان بيضيع اهداف وانتقد الجمهور بشده، وإيمانويل جوزيه صبر عليه، الواد لما خد ثقه بقى هداف الدوري على ما اذكر يعني. فنحن محتاجين برضو للمهاجمين الحقيقه موجودين، عندنا بواليا بالذات وعندنا مروان وعندنا يعني اكثر من لعيب. لو لاحظت الهدافين دلوقتي هم لاعبي الوسط، يعني شوف اكثر من لاعب ما عدا طبعا اسمه ايه محمد شريف. طبعا محمد شريف لكن النهارده مثلا قفشه جاب لك هدف. انا عايز اقول بقى انه محتاجين احنا يعني كلاعبين لما ننزل الملعب طول عمرنا بنجيب اهداف سهله في الاول وبتسهل لنا الامور، لكن لما التهديف يغيب ما نتوترش التوتر اللي شفناه في الملعب النهارده. يعني حتى بيتسو موسيماني قال لك انا اول مره انفعل على يروح ما قلقان وخايف والعمليه صعبه وتخسر هدفين لأول مرة يمكن من فترة طويلة جدا. أنا مش فاكر يعني على مر الزمان يمكن مرات قليلة قوي فرقة تتقدم عليك بهدفين في الشوط الأول طبعا. فدي خلت الأمور صعبة جدا، لكن طبعا إصرار اللاعبين واقتناعهم بإمكانياتهم وثقتهم في نفسهم وحبهم للنادي وروح الفلنة هي اللي خلت النهاردة المكسب. أتى يعني متأخر شوية لكن كان في قلق شديد جدا انه المباراه تضيع منك، ولكن انا اعتقد تماما انه النادي الاهلي كونه بيضيع اهداف اربعه وخمسه وسته اهداف دي ظاهره صحيه، بس طبعا محتاجه مننا احنا لازم نعرف تماما ان عندنا في قصور في الدفاع موجود بدليل الهدفين كان ممكن بكل سهوله جدا انه يعني الدفاع. اتمنى انه برضه انه طبعا انت عارف بنون برضه لعب اربع خمس ماتشات وعدم وجوده كان برضه اثر، لكن احنا دايما لازم نخلي كل اللاعبين المدافعين يكونوا موجودين والفيتنس موجود جاهزين وحارس المرمى بالذات يا كابتن هاني لازم الحراس دول ياخدوا فرص في مباريات وديه كتير. يعني انا متاكد انه يعني علي لطفي انا متاكد انه مثلا بقى له فتره طويله ما لعبش ماتش يعني، فطبعا انا عايز برضو تكون في مباريات وديه موجوده. صحيح ما فيش فرق دلوقتي موجوده على الساحه لان كله بيلعب كل 3 4 ايام ماتش، مش هتلاقي فرق قويه على الساحه، لكن لازم هؤلاء اللاعبين انه يلعبوا دايما مباريات بعد مباريات الدوري، يعني يلعبوا مباراه او احبيه لازم يكون في مشاركه. عارف الكابتن